Hello all, today we will be talking about the determination of a pKa for a weak acid or for a weak base ورح نركز على ال H2PO4. خلينا نحكي أول شيء examples ل acids أو bases. Of course we know مثلا في عندنا ال acetic acid أو CH3COOH. We have the HCN, HF, HCl, hydrochloric acid, NaOH and NH3. هدول التنين نعتبرهم as the bases. بداية لحتى نتعرف أكثر عن الأسيدز والبيزز. What are acids and what are bases? An acid, it's a substance that they contain one or more hydrogen atoms in solution that they are released as positively charged hydrogen ions. كيف يعني one or more hydrogen? For example, ال HCl بيحتوي على one hydrogen, H2SO4 بيحتوي على two hydrogens, H3PO4 كمان بيحتوي على three hydrogens. غالباً الأسيدز بيكون إلها رقم هيدروجيني أقل من 7، بينما البيزز بتكون more than 7. إذا بدنا نيجي إحنا نعرف الأسيدز والبيزز على حسب الثلاث نظريات اللي بنعرفهم اللي هم أرهينيوس وبرونستيد لوري as well as in Lewis. بنحكي إنه الأسيدز the ones or chemical species that they release hydrogen ions. يعني مجرد ما حطيناهم في aqueous solution في water على طول راح يطلعوا لي hydrogen atoms. خذ example من CH3COOH. بالنسبة لبرونستيد لوري، طالما طلع عندي هيدروجين ايون بالبرونستيد لوري بشوف شو علاقتهم مع البروتونز، فبنحكي انه الاسيدز دي ار بروتون دونرز، يعني هم بتبرعوا بيعطوا بروتون او بيعطوا هيدروجين ايونز. بالنسبة للويس دي ار الكترون اكسبترز. اما البيزز دي ار كيميكال سبيشيز ذات ذي دونيت الكترونز اكوردنج تو ويتش ثيوري اكوردنج تو ذا لويس ثيوري ذي اكسبت protons according to the Bronsted-Lowry and they release hydroxide ions بيطلعوا لي hydroxide أو OH negative in aqueous solution according to the Arrhenius theory أو Arrhenius equation and they have a pH that is more than 7. وزي ما حكينا قبل على examples للأسيتيك أسيد والHCl الصوديوم هيدروكسيد الNH3، ولكن هل كلهم نعتبرهم the same؟ أكيد لا. We can classify them into two main groups اللي هم the weak acids and bases and the strong acids and the strong bases. شو الفرق ما بين a strong acid and a weak acid؟ وشو الفرق ما بين a strong base and a weak base؟ The strong acids and bases that they usually dissociate into dissolve whenever they are dissolved in water, they will completely dissociate. يعني مجرد ما حطينا إحنا هذا الأسيد أو هذا البيز that is strong. مثل example ال HCl, H2SO4, ال NaOH. هذول كلهم نعتبرهم as strong acids and bases. وبالتالي مجرد ما حطيناهم في water, they will completely dissociate 100%. فرح يتكين عنا into ions. وبالتالي ال HCl رح يطلع لي proton. It's a proton donor. أو هيدروجين أيون و as well as CL negative. بينما البيز it's a strong base رح يطلع لي هيدروكسيد أيون and the sodium أيون. بس إحنا بنعرف إنه طالما إنه it's a one way reaction رح يكون في اتجاه واحد. ليش في اتجاه واحد؟ لأنه مستحيل يصير في عنا reversible لأنه it totally dissociate. بينما الفرق مع the weak acids and the weak bases إنه they incompletely dissociate. جزء من المادة رح تتأين ورح تتفكك والجزء الآخر رح يضله زي ما هو في the aqueous solution. As an example we have the acetic acid CH3COH as well as NH3. وبالتالي لحتى انه احنا نيجي ونعبر عنهم بنعبر عنهم في equilibrium او في reaction ذو اتجاهين to the right as well as to the left. In order to see how the chemical substance is capable عنده القدره بانه يتأين او يتفكك بدنا نطبق قانون او قاعده الهندرسون هاسلباتش equation. شو بتحكي لنا هاي الهندرسون هاسلباتش equation؟ بدايه هي لا تطبق فقط الا على الويك acids او الويك bases. ليش لا تطبق على strong acids او strong bases؟ لانه مثل ما حكينا انه strong acids and bases they 100% dissociate. فما في داعي انه نقيس قدرتهم لانه احنا عارفين 100% من المولكيول اللي عندنا كله راح يتأين راح يتفكك داخل الأكويس سوليوشن. بينما الويك أسيدز أند البيزز أنا ما بقدر أحدد شو الكمية اللي راح تتأين، شو الكمية اللي راح تطلع لي برودكت ولا. As an example of a weak acid اللي راح ندرسه اليوم هو CH3COH أو الأسيتيك أسيد. إحنا we know that in a reversible equilibrium باتجاهين راح تكون عندي الهيدروجين أيونز as well as CH3COO negative. كيف بتم عمليه تطبيق الهندرسون هاسلباتش ايكويشن؟ بدايه لازم نشوف شو هو الايكوليبريم كونستانت. الايكوليبريم كونستانت بيحكي لنا هون بشوف الفرق بالكونسنتريشن ما بين البرودكت اوفر ذا رياكتنت لحتى نشوف شو قدره السوليوشن لحتى انه يتفكك او لحتى انه يتأين. فالايكوليبريم كونستانت كمان بنعبر عنها از ذا كي اي بهاي الحاله. فهون بنحكي انه الكي اي طالما اتس كونسنتريشن اوف ذا برودكت اوفر ذا كونسنتريشن اوف ذا رياكتنت فنيجي نطبقها على حاله الأسيد.
product of the acetic acid هم الهيدروجين ايون كونسنتريشن مضروب في الكونسنتريشن اوف دي سي اتش 3 سي او او نيجاتيف على الكونسنتريشن اوف دي اوريجينال سوليوشن او الاسيتيك اسيد اللي هو سي اتش 3 سي او او اتش. بدايه هون كمان بما انه احنا نربط الهندرسون هاسلباتش ايكويشن في البي اتش او الرقم الهيدروجيني فخلينا نحط الهيدروجين على طرف بينما ننقل المعادله كلها على الطرف الثاني، وبالتالي هون راح يصير في عندنا زي ضرب الطرفين مع بعضهم البعض. ال H لما تيجي هون راح تكون ال Ka مضروبة في CH3COOH على CH3COO نيجاتيف لحدها، وبالتالي بعدها الخطوة التالية بيحكي لنا انه نحط واحد على ال concentration of the hydrogen، وطالما انا عم بعكس الهيدروجين هون كمان ما بدي انسى الطرف الثاني من المعادلة، فبحكي واحد على Ka مضروب بايش؟ بدي اخلي ليش بنعمل احنا هاي الستيب لحتى نخلي القاعدة ثابتة انه ال products لفوق والreactants لتحت، وبالتالي بتصير بالنهاية عندنا واحد على H اللي هو الهيدروجين ion concentration تساوي واحد على Ka مضروبة بالconcentration of the product على concentration of the reactant. واحد على H هو نفسه basically شو بنعمل بهاي الحالة؟ رح ناخد اللوج للطرفين، إذا بناخد هون اللوج الواحد على H يساوي لوج الواحد على Ka، بهاي الحالة اللوج واحد على H هو نفسه اللي بيعبر لنا عن الـ pH أو الرقم الهيدروجيني، فبدل ما نكتب لوج واحد على H ممكن إحنا ببساطة نكتبها as the pH تساوي لوج الواحد على Ka اللي هي نفسها كمان الـ pKa. طبعاً بما إنه هون في عنا ضرب الـ product concentration على الـ reactant concentration ما ننسى إنه لما نحولها للوغاريتم رح تصير جمع، وبالتالي رح يصير في عندنا زائد او exactly plus log ال concentration of the product على concentration of the reactant، وهيك احنا نتج عندنا ايش؟ الهندرسون هاسلباتش equation بس بهذا الشكل، هي فقط راح تعبر عن الاسيتيك اسيد لحتى انه نمشيها على كل البيك اسيدز. فاحنا بنحكي we all know that مثلا اذا انا هون كان في عندي اسيد جزء منه راح يتأين، جزء منه it will dissociate، وبالتالي هذا احنا شو بنسميه؟ بنسميه الكونجوجيت بيز. وsince this is a weak acid فأكيد الconjugate base رح يكون stronger than the original product، فبالتالي إحنا ممكن نحكي it's the basic form of the chemical compound over the acidic form concentration، وبالتالي هيك إحنا في عنا ال Henderson-Hasselbalch equation نتجت for the weak acids or the weak bases. هلأ ال next step بيحكي لنا في حال كان في عندي concentration of the weak of the acidic form is equal to the concentration of the basic form. بنرجع للمعادله هون، اذا انا كان في عندي مثلا خلينا نفترض الconcentration للبيزك فورم هو 0.5 مولر بينما الconcentration للacidic form هو 0.5 مولر كمان، وبالتالي شو راح ينتج عندنا هون؟ log 0.5 على 0.5 راح ينتج عندنا واحد، بهاي الحاله لوج الواحد راح يكون يساوي الصفر، فهون بنوصل لمرحلة إنه الـ pH تساوي الـ pKa، فأسهل طريقة بإنه إحنا نعرف قيمة الـ pKa هي عن طريق شو أو متى بيكون في عندنا الـ concentrations of the basic form مساوي للـ concentration of the acidic form. وبالتالي pH will be equal to the pKa whenever the concentration of the basic form is equal to the concentration of the acidic form. بهاي الحالة إحنا شو بنسمي هذا solution؟ في أي مرحلة بيكون عندنا هذا solution؟ بنسميه بالبفر solution. شو يعني البفر solution؟ basically البفر أو اللي هو المحلول المتزن اللي it resists the change of the, in the pH. يعني مجرد ما حطينا مثلا NaOH a strong base أو مجرد ما حطينا HCl على solution ما راح تتغير الـ pH of the solution. ليش؟ لأنه هو عنده القدرة بأنه يقاوم التغيير في الرقم الهيدروجيني أو في الـ pH. So basically it resists the changes upon the addition of a small amount of a strong acid or a strong base. ندير بالنا هون إنه only in case of a small amount addition of either a strong acid or a strong base. لأنه إذا إحنا كنا عم نحط كميات كبيرة هذا الإشي أكيد رح يأثر في pH sooner or later. وبالتالي it only resists the change in the pH upon the addition of only small amount of a strong acid or a strong base. كيف؟ خلينا نشوف for example معنا الأسيتيك أسيد. خلينا نفترض هون انه هون as an example الاسيتيك اسيد وي نو ذات انه جزء منه راح يتاين لحتى يكون لي الهيدروجين ايونز وجزء منه راح يكون لي اللي هو البيزك فورم او الكونجوجيت بيس. اذا نفرض فور اكزامبل بدنا نحط ال HCl، في هاي الحاله ال HCl احنا بنعرف انه راح يتاين بشكل كامل يعني 100% راح يتكون عندي ايونز اللي هم ال H بلس اند Cl نيجاتيف. ال H بلس اللي بتنتج من ال HCl basically راح تتحد مرة ثانية مع CH3COH وبالتالي راح تعمل shift للإكوليبريم toward the left، راح تعمل shift للإكوليبريم
لليسار ليش؟ للبرودكت فورميشن. فعشان هيك هو فعليا ما تغير انا عند البي اتش، ممكن يكون في تغير ولكن طفيف جدا بيكون غير ملحوظ. So open the addition of a weak acid, sorry, of a strong acid. If you add a small amount of it, the hydrogen ions اللي بيطلعوا من ال HCl, they will shift the equilibrium toward the left toward the weak acid formation. And it will delete the effect of the HCl on the pH. ليش؟ لأنه إحنا هنا كل الهيدروجين آيونز اللي طلعت من ال HCl رح تتحد مع CH3COO negative وبالتالي رح ترجع تكون لي مرة تانية الأسيتيك أسيد، فبطل في عندي فعلا تأثير لل pH إلا بشكل طفيف جدا. نفس الكونديشن إذا كنا عم نحط strong base. ال strong base بنعرف مثلا NaOH أو الصوديوم هيدروكسيد، مجرد ما حطيناه في السوليوشن رح يطلع لي صوديوم and hydroxide آيونز. شو رح يصير في هاي الحالة؟ الهيدروكسيد آيونز رح يتحدوا مع ال H plus الموجودين هون اللي طلعوا عندي من الأسيتيك أسيد، فالأو إتش رح ترجع تتحد مع الإتش بلس وبالتالي رح يكونوا لي ووتر مولكيول. Does the water molecule affect the pH of the solution؟ أكيد لا، ممكن تأثر بشكل طفيف again ولكن ما رح تكون ملحوظة، أو it will be able in order to resist the change in this pH. ولكن هاي الحكي دائما إحنا بنعمله only in the addition of small amounts، بينما إذا أنا عم بحط كمية كبيرة أكيد بهاي الحالة it will lose its ability to resist the change ورح أكيد تغير عنا ال pH. So the weak acids or weak bases will succeed in resisting pH changes, acting as a good buffer when the pH of the solution is near or equal to their pKa. How do we measure the pH? في عنا أكثر من طريقة لحتى نقدر نقيس أو نقيم الـ pH. أول واحد اللي هي عن طريق الـ pH indicators اللي هم basically عبارة عن weak acids or weak bases, chemical compounds بغيروا اللون تبعهم على حسب شو solution اللي إحنا بنحطه فيه. Such an example, we have a litmus paper أو ورقة عباد الشمس, lebromothymol blue, وفي عنا كمان phenolphthalein. هدول أكثر chemical compounds أو examples ممكن إنه نستخدمهم لحتى تعطينا indication. Am I adding this indicator on an acidic solution or to the basic solution. ولكن هل رح يعطينا قراءة أو value معينة لل pH؟ أكيد لا. فdo we consider it as an accurate method؟ أكيد we don't consider it as an accurate method. هون بيحكينا example لنبات الهيدرانجيس، بيحكينا it changes the color according to the acidity or the pH of the soil، على حسب التربة. إذا كانت التربة alkaline بهاي الحالة رح يكون في عندي pink، الألوان أو الورد أو الزهر اللي بيطلع عندي رح يكون لونه pink. بينما إذا كانت acidic media التربة بتكون حمض، فبهاي الحالة رح يتحول اللون للبلو. الطريقة الثانية لحتى إنه نقيس الـ pH هي عن طريق الـ pH paper. بهاي الحالة إحنا بنحط الورقة غالباً كمان تشبه شوي الـ indicator ولكن فيها اختلافات، بإنه رح تغير للcolor into different ranges، وأنا already بيكون في عندي زي كأنه بانل بيحكي لي مثلا كل رينج من البي اتش وشو اللون تبعها اللي بيكون مناسب لإلها. فأنا هون كمان نفس الشيء ما حددت لي exact value of the pH إنما عطتني رينج. فهون do we consider it كمان as an accurate method أو طريقة دقيقة لأنه نحسب الـ pH؟ أكيد لا. آخر طريقة اللي هي عن طريق الـ pH meter, it's considered to be the most convenient and reliable method. هي أكثر طريقة ممكن أنه نعتمدها لحتى نلاقي الـ value, exact amount or exact value for the pH of the solution. شو بيعمل هذا الـ pH meter؟ It measures the concentration أو حركة الـ hydrogen ions داخل الـ solution. فكل ما زادت الـ hydrogen ion داخل الـ solution شو راح يصير في الـ pH؟ أكيد راح تقل. لأنه كل ما زاد عندي الـ H concentration إحنا بنعرف أن العلاقة اللي بينهم عكسية، يعني 1 over concentration of the H، فزاد عندي الـ hydrogen ion concentration رح تقل عندي الـ pH. فإذا بدنا نيجي إحنا نرتب الـ measurement techniques whether they are the pH indicator أو الـ pH paper أو الـ pH meter، من على حسب الـ accuracy الـ most accurate هو الـ pH meter، بعديها بيجي الـ pH pH paper، آخر إشي رح يجي عندنا الـ pH indicator. الـ pH meter رح يعطيني الـ exact value، بينما الـ pH paper رح يعطيني range، ممكن يحكي لي إنه هذا it ranges مثلا من الـ 6 to 8 من الـ 8 to 8.5، ولكن ما بنقدر نعرف exact value of the pH. أما الindicator رح يعطيني بس يا إما acidic or basic and that's it. لحتى نقدر نستخدم الـ pH meter لازم يكون في عنا طرق لحتى نعمل له calibration. شو يعني calibration؟ يعني إحنا منعير الجهاز على حسب temperature اللي عم نشتغل عليه، على حسب الـ like what do we need to do after we measure the pH.
So for example, the calibration, it's done in at least with the two known pH standard. يعني مثلا لحتى نعرف هل القراءة اللي بتطلع من ال pH meter هل هاي القراءة بتكون صحيحة أو لا، لازم بالبداية في بداية مثلا كل مختبر لازم إحنا نشوف هل ال pH meter شغال بشكل صحيح ولا لا. بيكون في عندي two standard solution، يعني two محلولين بيكون عندي أنا عارف شو قراءة ال pH تبعتهم. يعني مثلا واحد محلول ال pH تبعه 4 وواحد بيكون pH تبعه 10، فمجرد ما حطيت ال pH meter في المحلول 4 وبالتالي المفروض تطلع عند القراءة حوالي 4. نفس الشيء إذا بدي أحطها في العشرة المفروض تطلع عند القراءة حوالي 10، لأنه أنا هدول already عارفة شو البي اتش تبعهم. فلحتى أتأكد من دقة البي اتش ميتر لازم at least I have two standard solutions in order to calibrate them. نفس الشيء كمان إحنا بنعرف إنه البي اتش بتختلف على حسب temperature and the pH buffer values vary with the temperature changes with the accepted، لأنه بنعرف إحنا هون البي اتش رح تختلف باختلاف temperature. فكل ما زادت عند temperature شو رح يصير في الـ pH. هلا هون نحكي احنا why it's important to study the pH. هلا ليش احنا عم نحكي عن الـ pH وعن الـ weak acids والـ weak bases، وكيف هذا الاشي احنا ممكن نربطه بالنسبة للـ biological to our biological system. Of course it's not only about chemistry or biochemistry، لحتى انه نجي مثلا نعمل تجربة acids and bases نجربها وذات ست، اكيد لا. Because basically our blood احنا بنعتبره as a buffer system. شو يعني buffer system؟ ال buffer that ranges from the 7.35 to 7.45 in all human beings. يعني كلياتنا pH للدم تبعنا بيكون ثابت ضمن هدول الرينجز من 7.35 to 7.45. Less than 7, this than 6.8 or more than 7.8 بهاي الحالة بنعتبره lethal، ممكن يؤدي إلى الموت. مين المسؤول، الكيميكال كومباوند المسؤول على البفر اكتيفيتي ان اور بلاد؟ هو بيسكلي ال H2CO4 او الكربونيك اسيد. من وين بيجي عندنا احنا الكربونيك اسيد؟ بيجي من المي الاوريدي موجود داخل الجسم وداخل البلد، از ويل از غاز CO2 او ثاني اكسيد الكربون. لما يتحدوا مع بعض رح يكونوا عندي H2CO3، وبالتالي it will dissociate. We consider it as a weak acid since it acts as a buffer، وبالتالي it's a weak acid. لحتى يطلع لي الكونجوجيت بيز اللي هو ال HCO3 and hydrogen ions. تمام؟ وبالتالي كيف هذا الاشي احنا ممكن يفيدنا؟ في حالة بنسميها احنا diabetic ketoacidosis، هي حالة بتصير ال diabetic patients، الاشخاص اللي عندهم diabetes خصوصا diabetes type 1. بنعرف احنا في عندنا اكثر من نوع من ال diabetes type 1 and type 2. الفرق ما بينهم type 1 اللي هو بنعتبره as the genetic diabetes اللي هو بيصيب الاشخاص او ال patients من الصغر، بيكون بسبب انه their beta cells they do not they never secrete insulin at all، ما بيكون في عندهم production للانسولين. بينما type 2 diabetes لا، ممكن يكون في عندهم production للإنسولين، ولكن يا أما بيكون في عندنا resistance إنه cells بتقاوم الإنسولين that is produced from the beta cells، ممكن بطريقة إنه ما يكون ما بيطلعوا receptors، أو اللي هو type 2 diabetes كمان بيظهر على الكبر as we know على حسب اللايفستايل. diabetic ketoacidosis هي حالة بيكون أكثر الأشخاص معرضين للخطر لإلها هم diabetic 1 أو type 1 patients. ليش؟ لأنه بيحكي لنا هون لما نهائيا ما يكون في عندي أنا insulin، وبالتالي الجلوكوز رح يضل موجود في البلد، ما رح يدخل لداخل الخلايا، لأنه نعرف أنه وظيفة الإنسولين بأنه يحمل الجلوكوز على الجلوكوز receptors، وبالتالي بيساعد بأنه ينتقل لداخل الخلايا لحتى الخلايا تقدر إنها تستخدم إيش؟ تستخدم الجلوكوز كطاقة لإلهم. وبالتالي الخلايا اللي بتحتاج كمية منيحة من الجلوكوز خصوصاً المسل سيلز، الفاتي سيلز أو الأديبوز سيلز، هدول كلهم بيحتاجوا لكميات منيحة من الجلوكوز. ليش؟ لأنه بيصير فيهم الميتابوليك رياكشنز اللي بداخلهم جداً عالية، مصدر الطاقة اللي بنستخرجه منها بيكون كمان جداً عالي. فبالتالي هل راح تضل هدول الخلايا بمكانها الطبيعي حتى بدون وجود الجلوكوز؟ أكيد لا. شو راح يصير فيها؟ راح يصير فيها انه راح تروح لعند الليفر لحتى تتحلل. فانسايد ذا ليفر بيسكلي راح تتحلل عند المسل سيلز، راح تتحلل عند الفات سيلز لحتى يكونوا لي البرودكتس اللي نجت من هاي رياكشن. وبالاضافه انه از ا باي برودكت كمنتوج ثانوي راح ينتج عندنا شيء بنسميه الكيتون بوديز. الكيتون بوديز بغض النظر هم شو الفانكشن تبعهم، ولكن The more glucose in the blood, the more ketone bodies that will be produced from the liver. And more glucose and will excrete them when into the blood. هلا الكيتون بوديز مجرد ما دخلوا البلد رح ياخذوا الفانكشن بالضبط زي السترونج اسيد زي ال HCl. الكيتون بوديز they will totally dissociate لحتى يطلع لي هيدروجين ايونز and يطلع لي هيدروجين ايونز and ال concentration basically أو basic form. خلينا نحكي
conjugate base دائما. لما ان this is a continuous process يعني هذا الشيء على طول شغال على طول في عندي production للهيدروجين ions. هذول الهيدروجين ions بداية لما يكونوا at low concentrations اللي طلعوا من الكيتون بوديز شو راح يعملوا؟ راح يتحدوا مع ال HCO3 negative لحتى يرجعوا يكونوا لي مرة ثانية ال H2CO3، وبالتالي بداية ما راح يأثر في ال pH. ولكن again احنا حكينا ما حيأثر في ال pH إذا عم نحط بس small amount، بس هذا ال process is a continuous process على طول مستمر، معناها في عندي كمية كبيرة من ال H plus عم تنتج. شو بصير بهاي الحالة؟ راح يصير في عندي طبعا كل ال HCO3 راح تتحول ل H2CO3، وبالتالي راح يصير في عندي excess من الهيدروجين ايونز، وبهاي الحالة شو راح يصير في ال pH؟ راح تنزل لتحت وراح تقل to be less than 7.35، واذا وصلت اقل من 6.8 ممكن الشخص يفوت في كوما، يفوت في غيبوبة، it can be also life threatening. فهاي basically why it's really important to understand the pH. ال pH كيف علاقتها بأور biological system. اللي basically رح نعملها في اللاب we have an acid which is عبارة عن weak acid اللي هو رح يكون ال H2PO4 a K or potassium H2PO4. We know that it will incompletely dissociate into the K2 H2PO4. اللي رح نسويه إنه رح يكون في عنا 10 tubes. بهاي 10 tubes نأخذ 100 من البيز مع 100 من الأسيد. التوتال فوليوم طبعا رح يضلوا 50، يعني هنا في بيكر 1 التوتال فوليوم 50، بيكر 2 التوتال فوليوم 50، ولكن الفاليوز من البيز أو الأسيد رح تختلف. شو المطلوب منا هون؟ إنه نحسب البي اتش. كيف بنحسب البي اتش؟ عن طريق البي اتش ميتر. رح ناخذ الجهاز ونصفره طبعا بالديستل ووتر، وبعديها رح نشوف ليش قد ايه بتطلع القراءة في البيكر من هدول البيكرز. بعديها المطلوب هون إنه نعرف البيرسنت أوف ذا توتال فوسفيت إن ذا فورم أوف HPO4 أو اللي هو البيزك فورم. قد موجود أنا في عندي بيزك فورم في كل تيوب من هدول التيوبس؟ في أول تيوب في عندي 0%، ثاني تيوب في عندي 2%. كيف بنحسبها؟ رح نحكي 1 over total volume، يعني البيزك amount الفوليوم على التوتال فوليوم. قديش هنا حاطين بيز؟ حاطين 1. شو التوتال فوليوم؟ 50، فواحد على 50 رح يطلع لي 2. نفس الشيء هون بحكي 5 على 50 ضرب 100، راهو رح تطلع لي percent the amount of the base in the beaker or emission. بعديها كيف بدنا نطلع ال concentration؟ طبعا ال concentration هون رح يطلع معانا عن طريق ال C1V1 equals C2V2. شو هو ال C1؟ ال C1 للتنين بداية احنا اخذناهم من 2 solute، C1 لإلهم التنين 0.05 مولر. V1 عندي اياه اللي هو انا قديش حاطه بيز او قديش حاطه acid، والفاينل فوليوم كمان ما في بدنا نعرف ايش ال C2. So C1 0.05، V1 for example لأول بيكر بالنسبة للبيز عبارة عن 1 ملي يساوي C2 اللي هو أنا بدي أعرفه، V2 أو الفاينل فوليوم عبارة عن 50 ml، وبالتالي هون بنطلع إحنا الـ C2 أو الفاينل كونسنتريشن البيز. إذا كان بدي للأسيد نفس الشيء بحكي إنه 0.05 C1، V1 is 49، C2 اللي بدي أطلعه V2 هو 50، وبالتالي رح يطلع عندي الكونسنتريشن للأسيدك فورم البيكر. نحسب هذا الإشي لكل البيكرز، ال concentration of the base على concentration of the acid. ليش بنعمل هذا البروسيس؟ لحتى نرسم الجراف. بهاي الحالة احنا لما نيجي نرسم الجراف رح نرسم ال pH versus ايش ال volume of the base لحتى نحسب ال pKa of the solution. pH اللي طلع معانا بهاي ال values، ال pH عكس ال percent volume of the base، بعدين مرة ثانية ال pH عكس اللوج البيزك فورم على الاسيدك فورم. باول جراف كيف بنقدر نحدد البي كي اي؟ احنا في البي كي اي تساوي البي اتش في حال البيز كونسنتريشن مساوي للاسيد كونسنتريشن. طيب باي مرحله باي بيكر راح يكون عندي انا البيز كونسنتريشن ايكوال تو كونسنتريشن لما اكون حاطه 50% من الاسيد و50% فوليوم البيز؟ يعني اذا انا عندي التوتال فوليوم 50، وبالتالي شو نص ال 50؟ 25 ام ال، او نسبه ال 50% هي بنحكيها احنا از percent. فبنحكي في مرحلة ال 50% الفوليوم اوف ذا بيز، بهاي النقطة ال pH اللي هون هي نفسها ال pKa. هيك احنا صرنا عارفين ال pKa from the first graph. طيب كيف ممكن احنا نحدد ال pKa from the second graph اللي هي بتحكي لنا اللوج؟ يعني انا هون في عندي اللوج البيزك فورم اوفر الاسيدك فورم ان ذا واي اكسس، بينما في عندي ال pH ان ذا اكس اكسس. نفس الشيء متى بيكون ال pKa بيساوي ال pH؟ لما يكون عند اللوج صفر. امتى بيكون في عند اللوج صفر؟ نيجي نطلع هون اللوج ايكوال تو صفر بهاي النقطه، معناها هون ال pH تساوي ال pKa. فبيسكلي ذيس از اول ذات وات وي نيد تو نو. هلا هون في بعض الكويستشنز اللي احنا اوريدي سالناهم.
we need to study an enzyme activity that works best pH equals to 4. Following that, we check that the bar solution بالنسبة لتكون قريبة جدا من pKa. كيف بقى capacity pKa 4.2 water capacity زائد ناقص 1 يعني 5.2 and 3.32. بهدول الرينجز of the pH الأسيتيك أسيد بيقدر إنه يضل شغال as the buffer، يعني هي قدرته شو هو الرينج أو مجال تغير pH لحتى إنه يضل محافظ على الأكتيفيتي تبعته as a buffer. The pKa of carbonic acid is 6.37. At which range of a pH carbonic acid can work as a good buffer? اللي هو بدنا نحسب احنا 7 زائد 1 بيطلع عندنا من 5. The most effective buffer is obtained when what is equal to what and the pH is equal to A at تساوي صفر. Concentration is equal to the basic concentration. When the pH of the solution is below the pKa of a weak acid or the weak base, what is the predominant form of a buffer? Is it the basic form or the acidic form, the protonated form or the deprotonated form? لما تكون عند ال pH أقل أو قليلة، بهاي الحالة هل بيكون السوليوشن في الأسيدك فورم ولا في البيزك فورم؟ أكيد رح يكون في الأسيدك فورم. لما بنحكي protonated، يعني بروتونيتد مين اللي بيكون مربوط مع هيدروجين اتوم؟ Is it the acidic or the basic؟ اكيد الاسيدك، لانه احنا بنحكي انه CH3COH او الاسيدك اسيد راح يتاين يتفكك ل CH3COO نيجاتيف. مين اللي فيهم بيحتوي على هيدروجين؟ مين اللي فيهم بروتونيتد؟ اكيد هو الاسيدك اسيد او ال CH3COOH.